من عالم الفقر إلى عالم الكرة المستديرة ليصبح أول وآخر إفريقي يفوز بجائزة الكرة الذهبية، ومن عالم الكرة إلى قصور الرئاسة الجوهرة الإفريقية جورج وايا. تعرف على قصته. الطفولة والحياة المبكرة. ولد جورج وايا بمونروفيا ليبيريا عام 1966 من عائلة فقيرة تنتمي إلى مجموعة كرو العرقية، فبعد وقت قصير من ولادته توفي والده، لكنه كان رجلا فقيرا جدا ويعمل ميكانيكيا، بينما كانت والدته بائعة. هددت الظروف المالية السيئة بتفكيك الأسرة لتغادرهم والدته بعد ولادة جورج، فتم إنقاذ طفولته المضطربة من قبل جدته التي أخذت على عاتقها تربية الصبي الذي نشأ في الشوارع مع ثلاثة أشقاء. فعلى الرغم من ذلك كانت جدته أيضا امرأة فقيرة جدا، ليقضي جورج معظم طفولته في الأحياء البائسة بمونروفيا. لكن كان هناك أمرا جيدا، وهو أنه أصبح شابا قويا برأسه، فكان ممتازا بلعب كرة القدم. تلقى ويا تعليمه الإعدادي بالهيئة التشريعية الإسلامية ليعتنق الإسلام لمدة 10 سنوات، من ثم عاد لاحقا والتحق بالديانة المسيحية ووصل بمدرسة ويلز هيرستون الثانوية. فقبل احترافه كرة القدم كان يعمل كتقني بشركة الاتصالات الليبيرية ليحصل على شهادة من جامعة باركود في لندن، وهي جامعة وهمية. لكنه ترك المدرسة الثانوية خلال سنته الأخيرة ليركز كل انتباهه وطاقته على اللعب في ناد للشباب يدعى يونغ سيرفيرز. لعب كذلك مع أندية محلية أخرى وقاد فريقه للفوز بالعديد من الألقاب الكبرى مثل كأس ليبيريا والدوري الليبيري الممتاز. مهنة كرة القدم. بحلول عام 1988 نجح جورج في التمتع بسمعة طيبة في الدول الإفريقية المجاورة، وبطريقة ما وصلت سمعته إلى القارة العجوز، وبالتحديد إلى المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي يعد أحد مكتشفي جورج وايا، الذي دائما ما يمدحه ويعتبره الأب الروحي والشخص الذي كان له تأثير الأكثر حسما على حياته المهنية. لينتقل اللاعب صاحب 22 عاما إلى موناكو الفرنسي الذي كان يدربه فينغر، ويخوض تجربة الاحترافية الأولى خارج القارة السمراء، ليصبح أحد اللاعبين الأفارقة البارزين الذين يلعبون بدور الدرجة الأولى الفرنسي، إذ لعب أكثر من 100 مباراة وسجل ما يقارب 50 هدفا، وفاز بلقب كأس فرنسا بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا لعام 1989. فبقي بصفوف فريق الإمارة حتى عام 1992، من ثم انتقل النجم الليبيري إلى باريس سان جيرمان عام 1992، حيث لعب لثلاثة أعوام في صفوفه مسجلا 32 هدفا، وانتهى به الأمر بقيادة فريقه الجديد للفوز بالعديد من الألقاب، ليفوز معه بلقب الدوري الفرنسي عام 1994، ولقب كأس فرنسا عامي 1993 و1995، وكان هداف دوري أبطال أوروبا موسم 1994-1995، فنجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي البطولة ليفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي. فكانت فترة منتصف التسعينات هي الفترة الأكثر نجاحاً بمسيرته الكروية بأكملها. غادر جورج فرنسا عام 1995 ليحط الرحال في كبير إيطاليا نادي ميلان، في ذلك الوقت الذي كان فيه ميلان بعيداً جداً عن أوج عطائه. لكن وصول جورج أعادهم قليلاً ليفوز معهم بلقب الدوري الإيطالي موسم 1995-1996، وكان هداف الفريق وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم، فكان اللاعب الإفريقي الوحيد في التاريخ الذي فاز بهذه الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما حقق الكرة الذهبية بنفس العام وجائزة أفضل لاعب بإفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، قبل أن يذهب معارا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي الذي قاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2000. ثم بصفقة انتقال حر انتقل ويا إلى مانشستر سيتي دون أن تكلل رحلته الإنجليزية بالنجاح الذي حققه مع ميلان، ليعود إلى فرنسا عبر بوابة مارسيليا، وقضى أقل من عام بصفوفه قبل أن يحط الرحال إلى الدول العربية عبر نادي الجزيرة الإماراتي.
حيث لعب معه لمدة عامين قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم والتوجه إلى الحياة السياسية. الحياة السياسية. بعد اعتزاله كرة القدم عام 2004، ركز جورج ويا على البيئة الاجتماعية والسياسية لبلده الذي كان لا يزال يعاني من جروح الحرب الأهلية، فأنشأ حزباً يسمى الكونغرس من أجل التغير الديمقراطي. ليعلن ويا الترشح لمنصب الرئيس عام 2005، لكن جورج خسر الانتخابات لأنه لم يكن أكثر تعليماً من خصمه التي كانت خريجة جامعة هارفارد إيلين جونسون سيرليف. وكان جورج أيضاً عديم الخبرة، فعاد العام 2014 وقاد حملة انتخابية للترشح لمجلس الشيوخ الليبيري عن حزب التغير الديمقراطي لينجح بالأغلبية لعضوية مجلس الشيوخ الليبيري ويصبح أول رياضي دولي ليبيري يتم انتخابه ممثلاً لمقاطعة بالمجلس. لكن طموحه لم يتوقف عند هذا الحد، وبأول عملية انتقال ديمقراطية منذ أكثر من 70 عاماً بهذا البلد الناطق بالإنجليزية غرب إفريقيا، نجح جورج ويا العام 2017 بالوصول لسدة الحكم في بلاده ليصبح رئيس ليبيريا 25 بعد فوزه على جوزيف بواكاي نائب الرئيس السابق بنسبة 61.5% من الأصوات مقابل 38.5% لخصمه بواكاي. فعلى الرغم من انتخابه رئيساً وعلى الرغم من نزوله إلى شوارع بلاده ولاعب كرة القدم التي يعشقها مع شعبه، إلا أن فترة حكمه شهدت ركوداً اقتصادي مما جعل أبناء شعبه يحتجون ضد الفساد والركود الاقتصادي ويصفون الرئيس جورج ويا بالخائن. فكان الكثيرون في ليبيريا يرون ويا الذي نشأ بحي فقير قبل أن يصبح مهاجماً معروفاً بأهم فرق كرة القدم الأوروبية سيجلب عصراً جديداً للبلاد، لكنه بدلاً من ذلك يواجه نفس الانتقادات بسبب الفساد الذي لاحق سلفه إليس جونسون سيرليف. فمن الدوريات المحلية إلى موناكو إلى باريس سان جيرمان ومن البي اس جي إلى ميلان الإيطالي الذي كان شهيداً على قصة أسطورية لمهاجم ذو بشرة سمراء. كانت هذه قصة الإفريقي الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية والذي واجه العديد من العنصرية وكانت له تصريحات خالدة ضد العنصرية. وأنت، هل تذكر لنا بعض تصريحات جورج ويا لمواجهة العنصرية؟